أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في العيادة القسم الإغاثي في الهيئة يقدم منحا مالية للعائلات المتعففة في محافظة الأنبار. وفي المدى حزب الدعوة يخطط إلى العودة بكتلة واحدة للإطاحة بالحكومة الحالية. ونقرأ في الزمان مثقفون وفنانون مشروع جرائم المعلوماتية معد لقمع الحريات. ونطالع في العرب الجديد المجلس الانتقالي يعلن اعتقال شقيقين للبشير والمعارضة تسلم مقترحاتها. ونطالع في القدس العربي جاريت كوشنر الكشف عن صفقة القرن سيتم بعد رمضان. وجاء في الشرق الأوسط تثبيت مرشح المعارضة التركية رئيسا لبلدية اسطنبول. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة رصد نشاطات في أبرز موقع نووي كوري شمالي. أهلا بكم. قالت صحيفة العرب اللندنية أن رئيس الحكومة في العراق عادل عبد المهدي تلقى تحذيرا إيرانيا غير مباشر بشأن توقيع اتفاق الربط الكهربائي مع السعودية. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن عبد المهدي لم يرد على التحذير الإيراني، بينما يخطط للاستفادة جزئيا من العرض السعودي من دون الإضرار بمصالح الإيراني. الصحيفة نقلت عن مسؤول بارز في الحكومة العراقية قوله إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى تحذيرا إيرانيا غير مباشر من توقيع اتفاق الربط الكهربائي مع السعودية الذي يهدد عقود تجهيز الطاقة الموقعة بين طهران وبغداد. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين العراقيين يشكون سرا من أن طهران لا تجهز بلادهم بالطاقة التي يجري التعاقد عليها خلال فصل الصيف، عندما تبلغ الحاجة الإيرانية ذروتها للكهرباء مع اشتداد درجات الحرارة. ويقول مسؤولون عراقيون في قطاع الطاقة إن إيران تجهز العراق بالكهرباء في الشتاء وتخفض الكمية إلى نحو الربع خلال الصيف، ويحتاج العراق إلى الكهرباء بشدة خلال الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية، وخلال الأعوام القليلة الماضية كان نقص الكهرباء أحد أبرز محفزات حركة احتجاج شعبي اجتاحت عددا من المحافظات تخللها العنف. وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن حكومة عبد المهدي تخشى من أن تتسبب احتجاجات جديدة خلال الصيف الحالي في الإضرار بحظوظها في إكمال مدتها الدستورية. وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجد نفسه في موقع صعب، كونه من ناحية يريد تثبيت اقترابه من المحور العربي وخاصة من السعودية ذات الثقل الدبلوماسي والاقتصادي، ومن ناحية ثانية فهو لا يرغب إطلاقا في الصدام مع حلفاء إيران الذين يسيطرون على حكومته وعلى مختلف المؤسسات. قالت مجلة ناشونال انترست الأمريكية إن بغداد تسير على حبل مجدود في علاقتها بين الرياض وطهران، وأن هناك شكوكا عديدة حول إمكانية أن تنجح مبادرة السعودية مع العراق لكسب وده وأخذه بعيدا عن النفوذ الإيراني. وأضافت المجلة في مقال للكاتبة جينيف عبدة أن السعودية والعراق ينخرطان اليوم في سلسلة من الأنشطة التي تثبت أن كلا الجانبين يبذلان جهودا كاملة لإقامة علاقات أقوى. الكاتبة ترى أن لدى الحكومة العراقية الكثير لتكسبه من علاقتها مع السعودية، على الرغم من أن المعارضة المتزايدة للتدخل الإيراني، ولكن لا يبدو أن بغداد لديها القدرة على تقليص النفوذ العسكري لطهران داخل العراق. ومع ذلك فإن وجود السعودية وحلفائها العرب يمكن أن يسهم في تقليص اعتماد بغداد الاقتصادي على إيران. وتضيف الكاتبة أن الحكومة العراقية في بغداد تسير على حبل مجدود بين استرضاء إيران القوى المسيطرة على العراق والاستفادة من الفرص الجديدة من دول الخليج العربي مثل السعودية
في وقت يفخر فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الصادرات الإيرانية للعراق يمكن أن تزيد من 12 مليار دولار إلى 20 مليار دولار العام الحالي. وتشير الكاتبة إلى أن هناك دعما عراقيا متزايدا للمساعدة السعودية كقوة اقتصادية موازنة لإيران، فحتى النخب السياسية العراقية التي لا تعارض الوجود الإيراني العميق في بلادها متفقة على أن إيران ومنذ فرض العقوبات الأمريكية عليها باتت قوة مهيمنة على السوق العراقي في وقت يمكن أن تكون فيه الساحة العراقية مفتوحة لفرص استثمارية أخرى من أوروبا وغيرها. وتختتم الكاتبة بالقول أن السعودية لن تتمكن قريبا من تقليص النفوذ والهيمنة الإيرانيتين في العراق، ولكن زيارة عبد المهدي للرياض ربما والاستفادة من الدعم السعودي الاقتصادي للعراق ربما سيجعل منه أقوى وأكثر استقرارا واستقلالية، وهو ما يعارضه الإيرانيون. إذا كانت الرهانات متوقفة الآن حول أي مبادرة وأي بادرة للتغيير في العراق، فإنها ليست مستحيلة أبدا في ظل حكومة وعدت بالإصلاحات ولكنها لم تستطع تنفيذ وعدها والتقدم لعدم وجود أي استراتيجية وطنية قوية باستطاعتها تحقيق ما تعجز عنه. سيار الجميل يرى في صحيفة العرب الجديد أن سبب ذلك هو وجود عوامل قاهرة والانشغال بالأزمة الإيرانية الأمريكية وتيه السياسة العراقية إزاء سطوة كل من الإرادتين الأمريكية من طرف والإيرانية من طرف آخر. من المؤسف حقا أن 16 عاما مضت على احتلاله ويبدو العراق وقد رجع القهقري نحو الوراء، وأن كل ما راح بعيدا في مخيلاته بات يعيد حساباته ليس في صعوبة المتغيرات بل في استحالة تحقيقها، وأن من خرج وتظاهر وعارض وبح صوته ورسم نفسه كبيرا بات صامتا اليوم. العراقيين باتوا في حالة استياء دائم من حالة بلدهم المتداعية، وخصوصا الافتقار إلى الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، فضلا عن نقص الكهرباء والماء. ويبقى التساؤل مشروعا بشأن ضرورة إعادة بناء البنية التحتية وقدرة النازحين وضحايا الأزمة للعودة إلى منازلهم، وهي لم تزل حطاما. والأكثر مأساوية أن الإنسان بات مدمرا محطما يائسا بائسا تائها، وهو في خضم معاناته التي لا يمكن احتمالها. اليوم وفي ظل أوضاع مأساوية كهذه لعموم العراقيين يبدو الواقع مخيفا جدا، وهو مبهم إذ بدا أن المسؤولين العراقيين لا يعرفون ماذا يفعلون، خصوصا في ظل التهديدات الأمريكية لإيران التي لها نفوذها القوي في العراق وخيبة أمل الشعب العراقي من الحكومة الجديدة على كل المستويات. الكاتب يرى أن عراق 2019 ضحية قوتين مهيمنتين عليه، على الرغم من إرادة العراقيين المكبوتة وهم الأمريكيين وإيران، وسيطحن بالأحرى بينهما في حال استخدامه رقعة شطرنج بائسة، وسيبقى مشلولا ما دام الصراع موجودا وهما كان أم حقيقة. يعيش العراق أجواء ذكرى العدوان الأمريكي الإجرامي، وفي الذكرى يظهر أن العراق لم يغادر مربع الحرب، فما يزال في دوامة نتائجها وتبعاتها، لكن ليس وحده فقط. تثبت الأيام أن من أدخلوا المنطقة في أتون تلك الحرب الطاحنة لن يغادروا بدورهم هذا المربع المدمر. طلعت رميح يقول في موقع الهيئة نت أنه في ذكرى غزو واحتلال العراق يتجدد الحديث حول احتمالات وقوع حرب كبرى في الشرق الأوسط. تلك الدراسات ترى أن سبب اندلاع الحرب التي توصف بالحرب الكبرى في الشرق الأوسط هو تمدد السيطرة الاستعمارية الإيرانية في الإقليم، سواء في العراق الذي تمد إيران نفوذها العسكري والعقدي بصفة تتعمق يوما بعد يوم في داخله، أو في سوريا حيث تتنامى القواعد العسكرية الإيرانية هناك، أو في لبنان عبر جماعة نصر الله. وكثير من الدراسات يشددون في أسباب الحرب على خطة إيران لافتتاح وتأمين الخط البري من حدودها إلى المتوسط، ويرى هؤلاء أن تلك النشاطات الإيرانية
تجعل إسرائيل محاطة بحزام ناري، وهو ما يدفعها للتخلص من هذا الضغط الاستراتيجي عبر خوض الحرب. غير أن المتابع المدقق في كل الدراسات والتحليلات المنشورة يجد أن أسباب وقوع الحرب المصرح بها لا تتطلب وقوع الحرب بقدر ما تعمق فكرة التسويات الجزئية وحالة من المساومات تحت التهديد بالحرب للوصول إلى تفاهمات أو تقاسم للمصالح حول قضايا هنا وأخرى هناك، وأن تلك الأسباب في حدها الأعلى تطرح مسألة تعديل التوازنات، لا إحداث انقلاب حاسم لطرف على حساب طرف آخر، إذ كلاهما متخادم مع الآخر. وبحسب الكاتب فإنه في حدود ما هو معلن وجار على الأرض، فالأغلب أن الطرفين الإيراني والصهيوني الأمريكي يثيرون تلك الدعايات والمناخات لتعميق نفوذهما داخل الجسد العربي، وإن مربع الحرب التي جرت على العراق هي أصل القصة الجارية بما أحدثته من تغييرات استراتيجية التي ما يزال الذين أشعلوها في وضع الاستفادة من نتائجها. المشهد المحزن الذي رآه العالم للنيران وهي تلتهم بوحشية الكنوز الثقافية في كاتدرائية نوتردام أثار مشاعر مئات الملايين من البشر، ومن بينهم الرئيس الأمريكي ترامب، ولكنه بالتأكيد أثار شجون العرب وأحزانهم أكثر من غيره. سهيل كيوان يقول في صحيفة القدس العربي إن دخان نوتردام أثار شجون الكثيرين من العرب، فمثلت أمامهم آثار العراق وهي تنهب وتدمر أمام أعين ورقابة وحماية قوات التحالف الدولي وعلى رأسها قوات الولايات المتحدة. نهب خلال فترة قصيرة في مارس آذار 2003 أكثر من 15,000 قطعة أثرية، وفي بعض المتاحف رأينا عمليات النهب والتدمير جارية أمام أعين القوات الأمريكية التي فتحت الطريق للرعاع واللصوص لنهب وتدمير تاريخ يعود عمره إلى 5,000 عام في توجه حاقد على حضارات الآخرين خصوصا العرب. كان نهب كنوز العراق بالبث المباشر بمثابة احتفالية لدى بعض من يتباكون اليوم على نوتردام، فقد علت وجوههم يومئذ ابتسامات الشماتة وما زالوا يسهمون حتى يومنا بتدميرها. لم يقتصر نهب آثار المنطقة العربية على العراق، فقد دمرت آلاف القطع الأثرية ونهبت في سوريا من جميع الأطراف المسلحة المتنازعة فوق الأرض السورية، وقد شاركت في النهب والتدمير قوات داعش وقوات النظام نفسه وعصابات تهريب من شتى المناطق، وجرى تدمير للآثار من قبل قوات روسية وأمريكية وقوات النظام، ومن بينها مئات المساجد العريقة والأحياء التاريخية في المدن السورية. تدمير الآثار ونهبها يعرفه الفلسطينيون جيدا، حيث تتعرض آثارهم إلى النهب والتزييف، وبعضها يتعرض للإخفاء منذ عقود بهدف واضح هو التقليل من شأن الوجود العربي والإسلامي وطمسه في فلسطين. الكاتب يرى أن ما مورس ويمارس ضد الآثار العربية والإسلامية وجزء لا يتجزأ إطلاقا مما مورس ويمارس ضد الإنسان العربي والمسلم بهدف إيذائه ومواصلة السيطرة على مقدراته وتشويه رموزه الروحية وتدمير تاريخه وجذوره من خلال تدمير آثاره ونهبها وجعلها في متناول اللصوص والسماسرة والقوادين. ماذا عن بشار الأسد؟ متى بشار الأسد؟ تردد السؤال كثيرا في الأسبوعين الماضيين على وقع استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعزل الرئيس السوداني عمر البشير، فهذا منطق الأشياء. انتهت الحياة السياسية للرئيسين قسرا، ولو لم يضطرا إلى ذلك لكان تسببا بسوريا أخرى كما يصف الكاتب، كما خشي العسكريون الذين كانوا شركاء بل حلفاء لهما طوال سنينهما المديدة في السلطة. هذا ما أشار إليه عبد الوهاب بدر خان في مقاله بصحيفة الحياة. في سياق تأكيد أن نهاية حكم الأسد لم تحن بعد، راح العارفون بطبيعة نظامه يستعرضون عوامل صموده حتى الآن،
وهي داخلية وخارجية، كما أنها كثيرة يصعب إجمالها في عجالة، وإذا أمكن اختزالها في أمر واحد فهو بلا شك اختلاف طبيعة المؤسسة العسكرية وخضوعها في سوريا لنفوذ العائلة والطائفة. مدهش إلى أي حد بدت الانتفاضتان الجزائرية والسودانية مستفيدتين من تجربتي سوريا وليبيا، ليس فقط للحراكين الشعبيين بل أيضا وخصوصا للمؤسستين العسكريتين. كان كبار الضباط السودانيين شركاء للبشير مدينين له بالولاء، لكن هذا لم يمنعهم في اللحظة الحرجة من رؤية الخطر، أنهم واصلوا تنفيذ الأوامر من دون تقدير العواقب التي تتعلق بمستقبلهم وبمستقبل المؤسسة التي كان لها منذ تأسيسها بعد وطني شعبي لم يتبدل. في الجزائر أيضاً ظلت للجيش مكانته الوطنية الشعبية على رغم تعاظم سطوة قيادة جيله السابق على الحياة السياسية والحزبية، ويحسب لبوتفليقة أنه عزل رموز ذلك الجيل الذين كانوا متحكمين بصنع الرؤساء والحكومات والبرلمانات، ولم يبق منها سوى عدد محدود هم الذين يديرون الأزمة الراهنة ويريدون إدارة المرحلة الانتقالية، لكنهم سيخطئون إذا ما أصروا على دور للجيش يتخطى صلاحيته الدستورية. الكاتب يرى أن تجربتي السودان والجزائر أظهرتا مدى استيعاب الجيشين والحركين الشعبيين خطورة ما جرى في سوريا تحديدا، فعلى رغم انعدام الثقة رهن العسكر هنا وهناك على أن تبقى الاحتجاجات سلمية، ولم ينحازوا إطلاقا في نهاية المطاف إلى النظام بل إلى ما يمكن اعتباره ولو نظريا المصلحة العليا للدولة، فيما رهن المحتجون على سلميتهم لامتحان انضباطية العسكر ودفعهم إلى الاقتراب من مطالبهم. بعيدا عن السياسة لكن ليس بعيدا أيضا، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن باريس ستنظم مسابقة دولية في الهندسة المعمارية لتحديد كيفية إعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي التهمت النيران جزءا كبيرا منها. وقال فيليب بعد اجتماع حكومي تم تخصيصه لمناقشة الحريق الذي اندلع يوم الاثنين الماضي في الكاتدرائية وأعمال إعادة ترميمها، إن فرنسا ستدعو المهندسين المعماريين من جميع أنحاء العالم إلى تقديم تصاميم لإعادة بناء برج كاتدرائية نوتردام التي دمر الحريق جزءا كبيرا منها. وذكر فيليب إن الهدف من المسابقة هو منح كاتدرائية نوتردام قمة جديدة تتكيف مع التقنيات والتحديات في عصرنا. وكانت إدارة كاتدرائية نوتردام قد قررت إغلاق الكاتدرائية من 5 إلى 6 سنوات حتى يتسنى لها القيام بالمزيد من إعادة الإعمار والترميم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.